الصيفي كان مدرسة القلم هاي السنة متركز على موضوع البرمجة والروبوتيك على نظام الأردوينو. طبعا هذا الشغل كان بالتعاون بين مدرسة القلم وبين مؤسسة روبوتيك. كان عندنا هدف أساسي من هذا المشروع نربط أطفال بالتكنولوجيا، هاي التكنولوجيا اللي هن خلقوا بقلبها. مشروع حماية المدرسة من اللصوص، اخترنا هذا المشروع بين المشاريع اللي عطتنا إياها المدربة لأنه نحن بنفتخر بمدرستنا، بتمنى أصير بالمستقبل مهندس وأقدر اخترع شغلات. مشروعي عبارة عن بيت، إذا وضعت يدك أمام هذا الحساس يظهر الأشعة تحت حمراء فيستقبلها الليد الأسود فيفتح الباب تلقائيا من نفسه وتغلق الإنارة الخارجية وتعمل الإنارة الداخلية.